السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي سبورت دوت نت الذي يتناول أبرز الأحداث المحلية والعربية والعالمية التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على مدار 7 أيام. والبداية من الشأن المحلي العراقي، لكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الأول من البرنامج والأخبار المحلية العراقية، ونبدأها من وكالة كل العراق الإخبارية أين نيوز، حيث العراق يتقدم مركزا واحدا بتصنيف الفيفا الجديد. تقدم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مركزا واحدا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للعبة لشهر أيار الجاري، ليحتل المركز 104 بين المنتخبات العالمية. واحتل العراق المركز 12 في التصنيف الجديد على مستوى قارة آسيا بعد منتخبات إيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية والإمارات العربية وأستراليا وأوزبكستان وقطر والصين والأردن وعمان. كما جاء العراق بالترتيب 10 على مستوى المنتخبات العربية بعد الجزائر وتونس ومصر والسعودية والإمارات وقطر والمغرب وعمان والأردن. وفي معرض الكرة العراقية المصور، عبد الخالق مسعود يقول إن الفيفا سيقرر الملعب المحايد هذا الأسبوع. كشف رئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود أن الاتحاد الدولي سيبت في مسألة تحديد الملعب المحايد خلال هذا الأسبوع. مسعود أكد لمعرض الكرة العراقية المصور أن مسعي الاتحاد في تثبيت استحقاق المنتخب الوطني للعب على الأرض الإيرانية أمام المنتخب السعودي لن تقف عند حدود الاتحادين القاري والدولي ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية، بل سيتم نقل الملف إلى المحاكم السويسرية. مسعود أضاف أن اختيار الأرض الإيرانية لم يكن قرارا سياسيا مدعوما من الحكومة العراقية، بل كان رياضيا صرفا بالتشاور والتنسيق مع وزارة الشباب واللجنة الأولمبية. وفي المدى بريس، وزارة الشباب تدعو الاتحادين الدولي والآسيوي إلى وقفة منصفة لتخفيف الحظر على العراق. دعت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الآسيوي والدولي إلى وقفة منصفة لتخفيف الخطر المفروض على العراق. وقال عطان إن لدى العراق القدرة على احتضان المباريات الودية والرسمية والبطولات الدولية. وأشار وزير الشباب والرياضة في تصريحات للمدى بريس إلى أن عمل اللجان المشكلة ميدانيا في ملعب كربلاء الدولي سيسهم في التحضير والاستعداد بشكل كبير لحفل الافتتاح وتهيئة الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية لضمان النجاح المنشود. ومحليا أيضا، وفي عراق نيوز، اتحاد الكرة يتعاقد مع شركة سويدية لتحضير المنتخبات الوطنية. تعاقد اتحاد الكرة رسميا مع شركة إيست سبورت للرعاية والتسويق الرياضية السويدية لمدة 3 أعوام لتنظيم المعسكرات والمباريات للمنتخبات الوطنية العراقية. وقال رئيس لجنة التسويق في الاتحاد يحيى كريم أن التوقيع تم بعد مفاوضات استغرقت شهرا كاملا قبل أن يتم التصويت على العرض في اجتماع مجلس اتحاد الكرة في الربيع من نيسان الماضي. وأشار كريم إلى أن الشركة السويدية تحمل تخويل ما يقارب 16 اتحادا أوروبيا لكرة القدم وتسع منتخبات أسيوية، مما سيتيح لها فرصة التحرك لإقامة مباريات مفيدة لمشاركات منتخباتنا الوطنية. وفي وكالة المعلومة، مدرب الأولمبي يقول إن المنتخب سيزج في معسكرات قوية قبل البدء بمنافسات ريو دي جانيرو. أكد مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهد أن المنتخب سيزج في المعسكر التدريبي الذي سيحظى به لاعبو المنتخب قبل البدء بمنافسات ريو دي جانيرو في البرازيل. وقال شهد أن الأولمبي سيحظى بمعسكر تدريبي فعال، وذلك نظرا للمستوى الفني للفرق التي سيقابلها لاعبو العراق طيلة فترة البطولة، واضحا أنه يجب أن يكون المستوى الفني للمنتخب الأولمبي عاليا جدا فضلا عن الثقة بالنفس في المنافسات. وأضاف شهد أن عدد المباريات التجريبية ستكون بين 6 إلى 8 مباريات موزعة طيلة فترة المعسكرات. وفي شبكة الكرة العراقية، شباب العراق في مجموعة متوازنة آسيويا. اعتبر عضو الجهاز الفني والمدرب المساعد لمنتخب الشباب العراقي مهدي كاظم
أن قرعة كأس أمم آسيا للشباب التي أجريت بالبحرين أوقعت فريقه في مجموعة متوازنة. وأكد كاظم أن منتخب الإمارات من المنتخبات العربية المحترمة التي كثيرا ما تلعب أدوار البطولة في جميع البطولات، كما أن منتخبا كوريا الشمالية وفيتنام من المنتخبات الآسيوية التي تتميز بالمهارة والسرعة من الانتقال من الدفاع للهجوم وبالعكس. أوضح كاظم أن العراق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين المدعومين بالمهارة والثقة والقوة البدنية العالية. وفي شفق نيوز، العراق يتراجع مركزا في تصنيف أندية آسيا بتطبيق نظام الاحتراف. أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصنيف الدوريات الآسيوية التي تطبق نظام الاحتراف من أجل مشاركتها في دوري أبطال آسيا نسخة المقبلة. واحتلت كوريا الجنوبية المركز الأول متقدمة على الإمارات والسعودية بعد أن كانت تحتل المركز الثاني العام الماضي. واحتلت الصين وإيران المركز الرابع والخامس، بينما جاءت اليابان في المركز السادس ثم أستراليا سابعا، بينما احتلت قطر وأوزبكستان المركز السابع والثامن. واحتل الدوري العراقي المركز الثاني عشر متراجعا مركزا واحدا عن العام الماضي، فيما صعدت الأردن ثلاث مراكز لتحتل المركز الحادي عشر. وفي السومرية نيوز، فريق الشرطة يتوج بلقب دوري كرة اليد بعد فوزه على الكرخة. توج فريق الشرطة بلقب دوري كرة اليد للموسم الحالي بعد فوزه على فريق الكرخ في المباراة التي جرت بينهما في قاعة نادي الكرخ الرياضي ببغداد. واتسمت المباراة بالندية والإثارة، إذ بدأ الفريقان في حالة تنافس شديد، حيث كان كل فريق يسجل والآخر يرد عليه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشرطة ب 12 هدفا مقابل 11. وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال، حيث كان التحدي عنوانا للمباراة ما جعل الكفتان متقاربتان، لكن فريق الشرطة تمكن من حسم النتيجة لمصلحته عندما فاز ب 28 هدفا مقابل 20. واتحاد السلة يقرر إعادة الأندية المنسحبة ويناقش آلية الدور للموسم الجديد. قرر اتحاد السلة العراقي إعادة الأندية المنسحبة من الدور الممتاز للموسم الماضي دون أي عقوبات. وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي إن الاتحاد سيعقد اجتماعا مهما نهاية شهر أيار الحالي لمناقشة آلية الدور للموسم الجديد، مبينا أن الاتحاد طلب من الأندية تقديم مقترحاتها وأرائها بشأن آلية المسابقة. وأضاف العميد أن الاتحاد منح الأندية فسحة زمنية كافية لترتيب أمورها من أجل المشاركة وإبداء الآراء، حيث تم تحديد المدة من الأول من حزيران المقبل حتى نهاية آب المقبل. وفي صحيفة بلادي اليوم، أربعة لاعبين يمثلون العراق في كأس ديفيز للتنس. أعلن الاتحاد العراقي للتنس أن المنتخب الوطني سيشارك في بطولة كأس ديفيز التي ستقام خلال شهر تموز المقبل في الأردن. وقال رئيس الاتحاد السعادة لجريدة بلادي إن أربعة لاعبين سيمثلون المنتخب في منافسات البطولة التي ستشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم. وأضاف عادل أن اللاعبين الأربعة ستتم تسميتهم بوقت لاحق من قبل مدرب المنتخب الوطني وإعدادهم للمشاركة في هذه البطولة. وفي سياق متصل، أشار عادل إلى أنه سينظم بطولة في بغداد للفئات العمرية. أما الآن مشاهدينا، فننتقل إلى الأخبار العربية، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا للجزء الثاني من البرنامج والأخبار العربية، ونبدأها من الخبر الأول ومن موقع سوبر سبورت. أحمد عيد يرفض الإشراف على الأخضر السعودي في التصفيات المونديالية ويشترط متفرغ بيجيد الإنجليزية. رفض رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد الإشراف على الأخضر في التصفيات المونديالية، ما أدى لتأجيل تعيينه للاجتماع المقبل مع وضع شرطين في قائمة المرشحين لشغر المنصب، وهي أن يجيد اللغة الإنجليزية ويكون متفرغا للمهمة. وعلل عيد رفضه بأن المرحلة المقبلة ستكون انتقالية ولا يرغب أن يكون مشرف الأخضر مع الاتحاد القادم،
بعد أن كان رئيسا للاتحاد السابق لصعوبة الموقف من الناحية الشكلية على الأقل، إضافة إلى انشغاله بالمكتب التنفيذي في اتحاد كرة القدم الآسيوي. وفي سبورت 24 أسامة هوساوي ينوي العودة للهلال السعودي وترك فريقه الأهلي. أصبح رحيل المدافع السعودي أسامة هوساوي عن صفوف فريقه الأهلي مسألة وقت، ليس إلا بعد أن رفض اللاعب تجديد عقده مع بطل الدوري هذا الموسم. وكثفت الإدارة الأهلوية مفاوضاتها مع هوساوي من أجل إقناعه بالبقاء بعد دخوله الفترة الحرة من عقده التي تتيح له الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى أي فريق دون العودة إلى لديه. وفقا لما ذكرته بعض الصحف السعودية، فأن هوساوي اتخذ قراره نهائيا بالرحيل عن الأهلي والانتقال إلى صفوف الهلال بداية من الموسم الجديد. وفي سبورت 360 عربية، فريق الاتحاد السعودي يريد التخلص من مونتاري. تسعى إدارة نادي الاتحاد السعودي إلى حل ودي مع لاعب الوسط الغاني سولي علي مونتاري بالاتفاق معه لفسخ عقده نهاية الموسم. أتي ذلك بعد المستويات التي قدمها اللاعب خلال مشاركاته مع الفريق الأصفر والتي لم ترضي محبيه وجماهير الاتحاد. ومن المتوقع أن يعقد رئيس النادي اجتماعا مع الغاني مونتاري خلال الأيام المقبلة للتناقش معه حول الشرط الجزائي المسجل في عقد اللاعب الذي سيكون عائقا أمام الإدارة في حال عدم نجاحها بإقناعه في تخفيض القيمة. وكوزمان لن يخلف مهدي علي لقيادة منتخب الإمارات. نفى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الأنباء المتداولة بشأن التفاوض مع الروماني أوراليو كوزمان مدرب الأهلي لخلافة المدرب الإماراتي في قيادة المنتخب الأول. تأكيد الثقة في مهدي علي جاء على لسان عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي. ووصف الجنيبي المدرب الإماراتي مهدي علي بواحد من بين أفضل المدربين إن لم يكن أفضلهم بتاريخ الكرة الإماراتية. الجنيبي شدد أيضا على أن مهدي علي يبقى جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الاتحاد الإماراتي للفترة المقبلة. وفي استاد الدوحة فوساتي يقول إنه يتمنى البقاء في الريان القطري لعشر سنوات مقبلة. نفى المدرب الأوروغواياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق الريان القطري الأنباء التي تحدثت عن رحيله. وأعرب فوساتي عن أمله في البقاء مع الريان لعشرة أعوام مقبلة وتحقيق مزيد من الإنجازات مع الفريق القطري، مشيدا في الوقت نفسه بالتعادل أو بالتعامل الجيد الذي يلقاه من إدارة النادي طيلة فترة تدريبه للفريق. وحول مدى تأثير ريان بفترة التوقف الطويلة، أشار فوساتي إلى أن الفريق لا يتأثر بفرق عدد الأيام بين كل مباراة وأخرى. وفي القبس الكويتية، فراس الخطيب قريب من الرحيل عن ناديه العربي الكويتي. بات اللاعب الدولي السوري فراس الخطيب قريب من الرحيل عن نادي العربي الكويتي. وأكدت مصادر مقربة من فراس الخطيب أن احتمالات بقائه مع النادي العربي في الموسم الجديد تبدو ضئيلة للغاية، وذلك في ظل تلقي عروضا احترافية خارجية في الدوريين السعودي والقطري، علاوة على إبداء القادسية الكويتي رغبته في التعاقد معه للموسم الجديد عبر وسطاء. وفي الوطن الكويتي أيضا، لجنة المسابقات تغرم القادسية والساحل والجهراء. قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الكويتي معاقبة جماهير فرق القادسية والساحل والجهراء بغرامات مالية. وفرضت اللجنة غرامة على القادسية قدرها 500 دينار بسبب إشعال القنابل في لقاء الجهراء بالجولة الأخيرة للدوري الكويتي. كما قررت معاقبة نادي الساحل بغرامة 250 دينار بسبب عدم عزف النشيد الوطني وموسيقى فيفا قبل لقاء السالمية. وأخيرا عاقبت اللجنة نادي الجهراء ب 1760 دينار لنزول 7 من لاعبيه أرض الملعب في مباراة الكويت بكأس الناشئين. وفي كرة، الوحدات الأردني يستعيد شلبايا وفيصل وينفي شائعة دراجان.
اقترب لاعبان فراس شلباية وبهاء فيصل من العودة إلى التدريبات الجماعية لفريق الوحدات الأردني بعد الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا وبعدتهما عن لقاءات فريقهما خلال الفترة الماضية. وأعلم موقع كورة من مصدر خاص بأن مشاركة شلباية وفيصل في مباراة العهد اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي أصبحت واردة وبقوة، وستشكل عودة شلباية تعزيزا للقدرات الدفاعية وعودة بهاء فيصل تعزيزا للقدرات الهجومية لفريق الوحدات الذي يسعى لرد اعتباره أمام العهد اللبناني والإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة الآسيوية. وفي اليوم السابع نادي أوروبي في القاهرة خلال الأيام المقبلة لمراقبة رمضان صبحي. كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين المصريين أن هناك نادي أوروبي سيصل القاهرة خلال الأيام المقبلة لمتابعة رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخب مصر. وأكد ناصر شوقي لليوم السابع أن هناك نادي سيصل القاهرة خلال أيام رافضا الإفصاح عن هوية النادي، مبينا أنه سيعلن عنه عقب التأكد من وصولهم للقاهرة. واستبعد نادر شوقي احتراف رمضان صبحي في الدور الإنجليزي الموسم المقبل بسبب ما وصفه أزمة تصريحات العمل. وفي سكاي نيوز عربية، فريق الترجي بطلا للسوبر الإفريقية لكرة اليد بعد فوزه على الزمالك المصري. توج الترجي التونسي بطلا لكأس السوبر الإفريقية لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه بصعوبة على الزمالك المصري في مدينة العيون بالمغرب. ولجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي حيث استطاع الزمالك التقدم ب30 أهدافا مقابل 29 بنهاية الشوط الإضافي الأول، لكن الترجي الفائز باللقب عام 2004 حسم المباراة لمصلحته في النهاية. وسيلعب الترجي في كأس العالم للأندية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في أيلول المقبل. مشاهدينا، من الأخبار العالمية ننتقل بكم إلى الأخبار العالمية، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الأخير من البرنامج والأخبار العالمية، ونبدأها من الأخبار الأوروبية. اليويفا يعلن عن التشكيلة المثالية لإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. أعلن موقع اليويفا الرسمي عن تشكيلته المثالية لإياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، واكتسح كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد الإسبانيين التشكيلة بوجود 4 لاعبين من كل فريق، حيث تواجد من أتلتيكو أوبلاك وأخوان فران وكودين وأنتوان غريزمان، بينما تواجد من الريال كل من كارفاخال وتوني كروس ومودريتش وجاريث بيل. أما من بايرن ميونخ الألماني فقد تواجد الثلاثي أرتورو فيدال وألابا وألونسو. وباريس سان جيرمان مستعد لدفع 300 مليون يورو لضم النجمين نيمار وكريستيانو رونالدو. ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان أعد خطة لتدعيم صفوفه بنجوم كبار أبرزهم الثنائي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار. وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الباريسي مستعد لدفع 300 مليون يورو للحصول على خدمات النجم البرازيلي والبرتغالي، موضحة أن باريس سان جيرمان أبدى استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد نيمار مع برشلونة والتي تصل إلى 193 مليون يورو إضافة إلى راتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو. ووكيل اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يقول أن وجهة اللاعب المقبلة ستكون في إيطاليا وتحديدا فريق إيسي ميلان. كشف مينو رايولا وكيل أعمال نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي زلاتان إبراهيموفيتش عن الوجهة المتوقعة له في الفترة القادمة. تصريحات رايولا المدوية أكد فيها على أن النجم السويدي قد يعود مجددا إلى فريق إيسي ميلان الإيطالي. هذا ومن المقرر أن يرحل إبرا عن باريس في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي. وألمح رايولا إلى احتمالية عودته إلى الروسونيري.
وفريق تشيلسي الإنجليزي ينوي التعاقد مع بول بوجبا ويقدم له عرضا مغرما. بات بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي يتصدر أوليات فريق تشيلسي الإنجليزي خلال سوق انتقالات اللاعبين الصيف القادم. وأشارت صحيفة مترو إلى أن تشيلسي يستعد لتقديم عرض ب 100 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع النجم الفرنسي. وأكدت مترو أن المدرب الجديد الإيطالي أنطونيو كونتي أبلغ إدارة النادي اللندني بضرورة جلب لاعب وسط منتخب فرنسا إلى ستامفورد بريدج إذا كان الفريق يرغب في السيطرة محليا وأوروبيا. وأنشيلوتي مدرب فريق بايرن ميونخ المقبل يستفز ريال مدريد ويرغب بالتعاقد مع مدافعه فاران. حاول المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي القادم لبايرن ميونخ الألماني استفزاز ناديه السابق ريال مدريد الإسباني بمحاولة خطف أحد مدافعيه في الصيف المقبل. وبيّن موقع سبورت ديسك أن أنشيلوتي يريد الانتقام من ريال مدريد والحصول على المدافع الفرنسي رافائيل فاران الذي يعد مستقبلا قويا للميرينجي في الجانب الدفاعي. ويحضر البايرن بسبب هذا الطلب مبلغا ماديا قدره 40 مليون يورو حتى يفوز بتلك الصفقة التي تعد أولوية كبيرة للإيطالي أنشيلوتي. وفريق أرسنال يعرض على مدربه أرسن فينجر التجديد لمدة 3 أعوام مقبلة في صحيفة دايلي ستار. وفي تطور قد لا يسعد شريحة كبيرة من مشجعي فريق أرسنال الإنجليزي، صرح الإعلامي البريطاني الشهير بير مورغان أن النادي اللندني عرض على المدرب الفرنسي أرسن فينجر عقدا جديدا لمدة 3 سنوات. مورغان وهو أحد مالكي أسهم النادي اللندني أكد أنه على علم بالعرض الذي تم تقديمه لفينجر وأن هذا الأخير ينتظر الوقت المناسب لقبوله. وكان عدد من مشجعي الجنرز قد طالبوا برحيل فينجر لكن عددهم حسب مورغان لم يكن كافيا لإرغام إدارة النادي على إعادة التفكير بولائها للمدرب الفرنسي الذي قضى 20 عاما بقيادة الفريق اللندني. ومهاجم أرسنال جيرو مطلوب في الدوري الألماني من قبل نادي فولفسبورغ في حسب ما نقلت صحيفة 90 من. طلبت جماهير نادي أرسنال الإنجليزي بالعثور على بديل المهاجم لفريق الفرنسي أوليفيا جيرو الذي قدم موسما باهتا مع الجنرز هذا الموسم. وفقا لتقارير أكدها موقع 90 من فإن اللاعب الفرنسي مطلوب في نادي فولفسبورغ الألماني من أجل تعزيز هجوم الفريق وسط الأحاديث التي تؤكد رحيل المهاجم الحالي أندريا شورلي. وقالت التقارير إن فولفسبورغ على استعداد لتقديم راتب يصل إلى 100,000 جنيه استرليني لجيرو. وفي فرانس فوتبول رانيري يحذر الأندية من التعاقد مع نجومه وأبرزهم رياض محرز وجيمي فاردي. وجه المدرب الإيطالي كلاوديو رانيري تحذيرا إلى من يفكر في الحصول على خدمات أي من عناصر التشكيلة المتوجة مؤخرا بلقب الدوري الإنجليزي. وأكد العجوز الإيطالي أن ثمن ذلك سيكون باهظا. وأبلغ رانيري لاعبيه بأن استمرارهم مع ليستر سيكون الأفضل بالنسبة لهم. وقرر رانيري بأن العديد من الأندية ستسعى على الأرجح للحصول على خدمة نجوم الفريق في نهاية الموسم ومن بينهم رياض محرز وجيمي فاردي، لكنه قال إن رحيل أي منهم على ليستر سيتطلب مبلغا كبيرا من المال. ويايا توري يفتح الباب أمام الانتقال إلى إنتر ميلان مفتوحا في صحيفة ميرور البريطانية. قرر وكيل أعمال اللاعب الدولي الإيبواري يايا توري ترك الباب مفتوحا أمام الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في الصيف المقبل قبل أن يؤكد وجود خيارات أخرى. وأوضح ديمتري سيلوك في تصريحات أن هناك الكثير من الأندية التي تريد التعاقد مع توري ومن بينها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي. وفيما يتعلق بمستقبل يايا توري قال سيلوك إن مانشستر سيتي يحاول إقناعه بالبقاء وقد عارض رحيله. وفي الخبر الأخير أي سي ميلان يرغب في استمرار مهاجمه الإيطالي بالوتيلي. يعمل ميلان الإيطالي في أن يستمر اللاعب ماريو بالوتيلي مع الفريق خلال الموسم المقبل. وفقا للتقارير الواردة من إيطاليا فإن إدارة الروسونيري ستجتمع مع وكيل أعمال اللاعب مينو ريولا بالوقت المقبل.
مؤكدة أن الإدارة ترغب باستمرار المهاجم الإيطالي مع النادي اللومباردي. يشار إلى أن أندية عديدة أبدت اهتمامها بضم بالوتيلي الذي يلعب بصفوف الروسونيري على سبيل الإعارة قادما من ليفربول الإنجليزي. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، انتظرونا في حلقة قادمة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.